اليوم بنتقدم تحية إلى شهيداتنا وشهدائنا الأبرار. في هذا اليوم إحنا بنكرم الشهيدة الفلسطينية والمرأة الفلسطينية بشكل عام على شرف 8 من آذار ويوم الأم ويوم الأرض. تحية لكل شهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا البواسل. اليوم هدفنا كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية اللي هو إحياء يوم الأرض اللي بصادف الذكرى 35 على مرور هذا اليوم التي تجسد بدماء شهدائنا ما داخل الخط الأخضر عام 76 ليثوروا بتعبيرهم على تمسكهم بالأرض الفلسطينية وكسر أيضا للمقولة تقول دمائير أن الكبار سيموتون والأصغار ينسون. هنا نؤكد عمليا التزام شعبنا الفلسطيني بتمسكه بأرضه وأيضا بوحدته. ارتئينا اليوم أن يكون عنوان زراعة الأشجار يكرس باسم شهيدات الانتفاضة الأولى والثانية من محافظة طول كرم. هؤلاء الشهيدات الأكرم منا جميعا الذين رووا تراب الوطن من أجل الدفاع عنه. فمن هنا اليوم نوجه تحية لأسر الشهداء والشهيدات في هذا اليوم الذي يذكرنا بنضالات شعبنا الفلسطيني على مدار نصف قرن من الزمن. وبالمناسبة هذه بنتوجه بالشكر الجزيل لبلدية عنبتة اللي ساعدونا باختيار هذا الموقع الذي سيؤسس أن يكون لاحقا حديقة عامة توج بداية بزراعة للأسر أو للأسرى والآن أيضا للشهيدات حتى يكون شاهدا على نضالات شعبنا الفلسطيني. بشكر تجمع نساء المرأة جمعية نساء المرأة على أنهم زرعوا شجرة لبنتي وهي ذكرى بالحديقة العلمية عنبتة بين عنبتة وبلعة بحراش بلعة وبشكرهم جزيل الشكر لهم.